بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ستقيد الدرك الوطني مخطط أمني وقائي يهدف إلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، مع التركيز على التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية، بما في ذلك السهر على نظافة البيئة والمحيط بالنظر إلى خصوصية هذه الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية المتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي، حيث يرتكز هذا المخطط أيضا على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، بما في ذلك توجيه النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين خاصة في المناطق المعزولة، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني بغية ضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا، وذلك من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة إضافة إلى السدود الموضوعة بمخارج ومداخل التجمعات السكنية، علاوة على تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني المنتشرة عبر ربوع الوطن، للقيام بتنفيذ برنامج الطلعات الجوية بالطائرات العمودية بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان، والمساهمة كذلك بفعالية أكثر شمولا والمراقبة العامة للإقليم.